قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والوفد المرافق له بزيارة لمسجد الحاكم بأمر الله، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية للقاهرة. وخلال الجولة تم تقديم شرح واستعراض لتاريخ المسجد وقيمته التاريخية والأثرية ومشروع الترميم الذي قامت به وزارة السياحة والأثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة، والذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في فبراير الماضي. وعقب انتهاء الزيارة تم تقديم هدية تذكارية لرئيس وزراء الهند عبارة عن نموذج لمركب مصري قديم، تعبيرا عن التعاون بين مصر والهند لا سيما في مجال التجارة منذ أقدم العصور. من جانبه أعرب رئيس وزراء الهند عن إعجابه الشديد بالمسجد ونقوشه المنحوتة على جدرانه ومداخله.